مرحبا بكم. تحدث الكثير من الأشياء المدهشة في عالمنا يوميا، قد لا تشاهدونها على التلفاز أو على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنكم ستشاهدونها في هذه الحلقة على قناتنا. مشاهدة ممتعة. سلام من الله عليكم متابعي قناتها هل تعلم. على العمال مراقبة خطواتهم جيدا في هذا المكان. إنها فكرة مبتكرة لتزيين السيارات. بالقرب من مدينة مواف في ولاية يوتا الأمريكية يمكن العثور على هذه الأرجوحة المرعبة. إنها الأكبر في العالم. صحيح أنه يعمل بسرعة، لكن ما زال أمامه الكثير من الأشجار لاقتلاعها. أما هذه الكهوف الجليدية فهي مدهشة للغاية. يمكنهم الآن الحصول على مياه منعشة. هكذا تبدو جزيرة النخيل الإماراتية من الأعلى أثناء الليل. بهذا الزي الغريب يلفتان انتباه المجتمع إلى مشكلة التلوث البيئي. المشهد رائع من أعلى هذه البناية. تم تنفيذ عرض الألعاب النارية الذي نراه الآن بطريقة مبتكرة. بهذه الطريقة تستخدم بعض الشركات عربات القطارات لنشر الإعلانات. نجح المصور في التقاط مشهد رائع للطائرة مع القمر العملاق. إذا كان طعامك مصنوعا من الذهب فيجب أن يتم تقديمه بهذه الطريقة. ما ترونه الآن هو مضمار تزلج في الصين، وهو يبدو رائعاً. الحمامة الحقيقية مندهشة مما يوجد حولها. نعتقد أن نقل السرطانات في حقيبة الأمتعة غير قانوني، وغير إنساني أيضاً. هذه الخزانات أضخم مما يمكن تصوره. إنه سلطان كوسين، أطول رجل في العالم بطول مترين ونصف، كما أن لديه أطول ذراعين وأكبر كفين في العالم أيضاً. نأمل أن محرك السيارة لن يتضرر بسبب البطاطس. عليه أن يشارك في الألعاب الأولمبية. واثقون أنه مارس لعبة التتريس كثيراً في طفولته. أصبح التنقل في الصين سهلاً بفضل هذه القطارات السريعة. إذا تساقطت المزيد من الثلوج فلن يكون استعمال هذا الطريق ممكناً. النزول عبر الشلال بهذه الطريقة يتطلب الكثير من الخبرة. هكذا يقوم القندس بقطع الأشجار.
怒らないんですよ、なんかこの子。あげますね。はい。光るとってくれますよ。يشرف مطار سوفار نابومي الدولي في العاصمة التايلاندية بانكوك على نقل الآلاف من السياح يومياً. أحدثت السمكة الكثير من الفوضى على متن القارب. ستشعر بالوحدة داخل هذه المنارة البحرية، لكنك سوف تستمتع بمشاهدة البحر كل يوم. لدى البالغين طريقتهم الخاصة للاستمتاع بكرات الثلج. عليك نزع حذائك قبل تناول الطعام في هذا المطعم في فيتنام. وحده السائق الخبير يستطيع إنجاز هذه المهمة. كل ذلك دون أن تسقط العجينة من يده. لو كانت السفينة أعلى قليلا لانتهت رحلتها بحادث. كانت تلك إصابة مباشرة. سيشهد هذا المنحدر الكثير من حوادث التصادم بين المتزلجين. من النادر رؤية كل هذه السيارات الفاخرة مركونة في شارع واحد. سيحب الأطفال هذه الكعكة.
أرادت الصغيرة معانقة الدب. تبدو المدن الكبرى رائعة أثناء الليل. سيتذكر زبائن المطعم طريقة تقديم هذه الكعكة طيلة حياتهم. تطلب رسم هذه اللوحة الفنية الكثير من الوقت، لكن النتيجة رائعة. تعاني الشجرة من الوحدة في هذا المكان المنعزل. من قام ببناء المنزل قرر استخدام القوارير بدلا من الحشوة المخصصة للجدران. إنه أجمل عرض تزلج قد تشاهدونه. تحولت الورقة الصغيرة إلى تحفة فنية. لديه الكثير من الخبرة في ترتيب وغسل الصحون. يعلم العجل طريقة للتخلص من المتطفلين.
لفتت الإوزتان انتباه الجميع في مركز التسوق. أفشل الكلب عملية السرقة. هنا لدينا عملية سرقة أخرى انتهت بالفشل. إنها معركة باستخدام الماء. لم يلاحظ السائق نزول الفتاة من على الدراجة. وهذا القط يريد العودة إلى المنزل. رياضة الغولف ليست مملة بوجود هذا القط. إنه آخر يوم عمل لهذا النادل. نعتقد أنها أضافت الكثير من السكر. يجيد هذا الكلب إحضار طعامه بنفسه. أما هذه السيارة فلن تتوقف. توقفت السيارة في الوقت المناسب. طلب الكلب المساعدة وحصل عليها. قد تعتقدون أنه حصل على تنظيف مجاني لسيارته، لكن الخسائر كانت فادحة جدا. سيكلف إصلاح الشاشة مئات الدولارات. قريبا سيكون بمقدوره الدخول والخروج متى شاء. فشل النورس في سرقة المثلجات، ولكنه نجح في تذوقها. هذا الكلب وجد طريقة جيدة للنزول من أعلى التل. عضلات جسمه قوية جدا. هذا ما يحصل حين تنشغلون بالتصوير أثناء إعداد الطعام. لم يفرط القرد في تلك الوجبة. هكذا تنتظر هذه الصغيرة عودة شقيقها من المدرسة كل يوم. يريد العنكبوت مرافقتهم إلى المنزل. هل لاحظ أحدكم سقوط الهاتف من يده؟ سيستغرق تنظيف الكلب عدة ساعات.
ربما لم يحصل على وجبة الغداء. ما رأيكم؟ هل هؤلاء مرافقون للعريس أم للعروس؟ من الواضح أن محرك السيارة بقوة حصان واحد. سيحطم القط تلك الشاشة. هل تعتقدون أن باتمان يقود السيارة؟ إذا أراد أحدكم مقابلة هذه الفتاة، فعليه زيارة حديقة ديزني أنيمال كينغدوم في فلوريدا الأمريكية. يفتقر هؤلاء اللاعبون للحظ الجيد. والآن عليها تنظيف المطبخ. من الجيد أنها كانت تحمل بعض الطعام لاسترجاع هاتفها. لابد أنه أدرك قيمة الحياة في تلك اللحظة. نأمل أن عقد التأمين يغطي هذا النوع من الحوادث. وهذه الحوادث أيضاً. ماذا عنكم؟ هل يمكنكم توجيه ركلات قوية ومتتالية كما تفعل الفتاة؟ من الواضح أنه سعيد جدا بالحصول على الحرية.
ربما تكون هذه أغرب طريقة للاحتفال بالزواج. ربما يحاول استخدام السكين للدفاع عن نفسه. في المرة القادمة سيختار مظلة أكبر. صدقونا، لن يرغب أحد منكم بمعرفة نوع السائل المتدفق من الشاحنة أعلى الجسر. واثقون أن تدمير المنزل لم يكن ضمن الخطة. ستتكبد شركة التأمين الكثير من الخسائر. سيقضي سائق الشاحنة يومه في تنظيف الطريق، وذلك بعد الانتهاء من تنظيف السيارة. نعتقد أن الشاحنة مصنوعة من الورق.
سيكون من الأسهل اقتناء آلة حفر جديدة. رغبة الراكب الأمامي في الاسترخاء كلفت هذا المسافر 2000 دولار. هذا الحادث أشبه بعملية إطلاق صاروخ. نتساءل كيف سيكون رد فعل المدير حين يتم إعلامه أن القطار انقلب وهو في حالة توقف. ربما قرر استعمال سيارته لممارسة التمارين الرياضية. لقد ترك بصمة فريدة من نوعها. في العادة يبدأ السائق يومه بتسخين محرك السيارة، لكن الوضع مختلف هنا. يمكنكم شم رائحة هذا المشهد. إعداد القهوة ليس سهلا كما كنا نعتقد. أما اقتلاع محرك السيارة فهو سهل جدا. لم يفقد المحرك فقط، بل فقد أحد الزبائن أيضا. من الواضح أنه ركن السيارة في المكان الخطأ. وهذا السائق أيضا لم يختار المكان المناسب. سيفقد سائق شاحنة نقل السيارات عمله بسبب هذا الحادث. عليهم الاستعانة بشاحنة أكبر. تلقت السيارة طعنة قوية. لابد أن المجرمين يضحكون في الداخل.
لدى جيمس كاميرون سفينة غارقة أخرى لإخراج فيلم عنها. ستعانون من رهاب الطائرات بسبب هذا المشهد. وهذا المشهد يسبب رهاب البحر. عليه اقتلاع السقف للخروج من هنا. حصلت السفينة على الكهرباء التي تكفيها لسنة كاملة. كان لديه أمل في إصلاح السيارة، والآن عليه اقتناء سيارة جديدة. هل تعتقدون أن الحبل المتبقي سيصمد طويلاً؟ نأمل أن رصيده البنكي يكفي لإصلاح زجاج الحافلة. Alright,
We might have everything hooked. Okay. That's another problem. إنه آخر يوم عمل لربان السفينة. Yeah, Michael. I have a problem. Yes. Guy in Sherwin Williams told me to come look at this. A pipe busted out here. How are we gonna get inside those cars? Sim, motora. Bebê! Aí bebê. Sim, motora. Vai atravessar por lá, não? Vai. Bora. Fica de frente. Aqui vem, vem. Olha o barranco aqui, ó. يدرك دب الباندا أن الجزر مفيد للصحة. أصبح عرض الألعاب النارية أجمل بفضل أمواج البحر. هذا ما ستكون عليه مواقف السيارات في المستقبل. لدينا سؤالان: كيف انتهى الأمر بالسيارة بهذا الوضع؟ وكيف سيتم إنزالها بأقل الأضرار؟ بفضل التكنولوجيا الحديثة يمكنك أن تعيش تجربة التواجد وسط عاصفة رعدية قوية دون أي خطر. بهذه الطريقة يعمل نظام إخماد الحرائق في مستودعات الطائرات. إنه مكان رائع جدا لمشاهدة غروب الشمس. كل ما يمكن للعمال فعله
هو انتظار مغادرة الكلب على أمل ألا يترك الكثير من الآثار. والآن يمكن للببغاء أن يبقى برفقته طيلة الوقت. عند زيارة تايلاند ستشاهد القرود في كل مكان تقريبا. سوف تشعر بالخوف أثناء تواجدك هنا، بالرغم من أنك تعرف بأن التماسيح لا يمكنها الوصول إليك. تناول الطعام على الشاطئ له بعض السلبيات، ابتكرت الفتاة طريقة رائعة جدا لإعلام أفراد الأسرة بجنس الجنين. واثقون أنها من أجمل الألعاب النارية التي ترونها. إذا كنت تريد خوض تجربة فريدة من نوعها فعليك ركوب هذه الأرجوحة، وذلك يتطلب الكثير من الشجاعة. سترغب بخوض مباراة رفقة أصدقائك على هذا الملعب العائم. من الصعب إيجاد الكلمات المناسبة لوصف جمال هذه الشلالات. تبدو طريقة جيدة للتخلص من الضغوطات النفسية. صممت هذه الحافلة للتعامل مع كل العوائق. لا نعتقد أنه المكان المناسب لممارسة التمارين الرياضية. ما ترونه الآن عمل فني للفنان البلجيكي لورانس مالستاف باسم التحرر من الانكماش، وهو عبارة عن أشخاص حقيقيين محبوسين في أكياس بلاستيكية مزودة بقنوات هوائية للتنفس. وهذا العمل يمثل أولئك الأشخاص المنطوين على أنفسهم والذين يخشون خوض تجارب جديدة في الحياة. هل محرك سيارتك قوي بما يكفي للصعود؟ اختارت الفتاة أغرب تسريحة شعر على الإطلاق. لقد نصحه الطبيب بعدم شرب أكثر من فنجان قهوة واحد يومياً.
لا يحتاج هذا الغواص لفرشاة تنظيف أسنان. لو تحول الرجل العنكبوت إلى عنكبوت حقيقي لأصبح بهذا المنظر. إنها حيلة جيدة لمنع بقية المسافرين من الجلوس بجانبك. نجح هذا الرياضي في المزج بين عدة أنواع من الرياضات. يمكن مشاهدة هذه الظاهرة الجميلة عند ذوبان الجليد وتدفق المياه في أعماق النهر. الأمواج القوية جميلة جدا، لكن مشاهدتها عن قرب بها الكثير من المخاطر. هكذا تبدو الأمطار الغزيرة عند رؤيتها من على متن طائرة. هل يرغب أحدكم بتجريب هذه اللعبة؟ ربما هربت الحمامة من فيلم باربي. يبدو الإنسان قزما مقارنة بالجبال. يقال أن حوريات البحر لا تعيش في البحار فقط، بل في الأنهار أيضاً، وربما تظهر كذلك أثناء الفيضانات. ما رأيكم أنتم؟ شاركونا في التعليقات. حجم الحوت الأحدب لا يمنعه من تأدية هذه القفزات الرائعة. لهذا السبب ينصح بعدم الوقوف بجانب البنايات في المناطق المثلجة. إلى هنا أعزائي متابعي قناة هل تعلم الأوفياء، نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. إذا أعجبكم وتريدون المزيد من هذه الفيديوهات اضغطوا على زر لايك وأخبرونا في التعليقات، ولا تنسوا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس لتكونوا أول من يتوصل بالفيديو القادم. نلتقي في الحلقة القادمة، إلى اللقاء.
إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم، فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم.